مشروع مشد دبي بدأنا فيه كمرحلة تجريبية في 2021 بوضع تقريبا 40 وحدة في مياه دبي، وتمت مراقبتها على مدار عام كامل. تبين أن المخزون السمكي في هذه الوحدات تزايد بعدد 8 أضعاف عن المياه العادية، وبالتالي هذه النتائج أعطتنا دافع للتوجه في عمل دراسات أخرى لإنشاء مشد دبي. حاليا مشد دبي يتألف من 20,000 قطعة من الكهوف الصناعية. اليوم نحن أطلقنا أول 1,000 قطعة سيتم إنزالها خلال الأسبوعين القادمات إن شاء الله بمختلف الأحجام. عندنا الحجم الهرمي والحجم المكعب وحجم آخر متوسط. 1,000 وحدة ضمن أول دفعة من 20,000. لوضع المشد دبي على خارطة المياه الإقليمية لإمارة دبي يجب دراسة ممرات السفن، يجب دراسة خطوط نقل الطاقة، نقل الغاز والنفط، وبالتالي يعني تتوزع على المناطق الخالية من هذه الخطوط للبنى التحتية. بيكون مقارب للساحل بحيث أن نمكن الصيادين من الوصول والرجوع في وقت قياسي وتقليل التكلفة كذلك. يعني 20,000 سننتهي منها خلال 3 سنوات القادمة إن شاء الله. مشروع مشد دبي من المشاريع الحيوية اللي تدعم الاستدامة بالإضافة إلى تنشيط القطاع السياحي البحري، وهذا من قطاعاتنا الحيوية الهامة اللي في إمارة دبي، واللي دائما نحن ننظر لتطويره ورفع كفاءته ومستواه بما يواكب تطلعات قياداتنا في إمارة دبي، ونسعى لوصول إمارة دبي في هذا القطاع إلى مراحل متقدمة وإلى منافسة أكبر المدن في هذا المجال. نحن أحد الشركاء الاستراتيجيين في مشروع مشد دبي، واللي يعني نفتخر بمساهمتنا في مثل هذه المشاريع اللي تدعم الاستدامة وتدعم يعني مثل ما نقول الرقعة الزرقاء والحفاظ على بيئتها وكياناتها من خلال تكاتف الجهات اللي عملت على هذا المشروع. وإن شاء الله متأملين إلى حتى بعد نجاح هذا المشروع، أنا متأكد ومتأمل أن في مشاريع إن شاء الله أخرى تدعم هذا القطاع الهام والحيوي لإمارة دبي. نحن الهدف الرئيسي الحفاظ على البيئة البحرية وتطوير كفاءتها، بالإضافة إلى تنشيط القطاع السياحي، وهذا القطاع السياحي البحري من القطاعات الهامة، ونحن دائما إن شاء الله في إمارة دبي نسعى إلى وصول هذا القطاع إلى أعلى مستوياته، وننظر دائما لتطويره وتحسين وتنشيط فعالياته على مدار السنة.